طيب مجلس الوزراء يوافق على إضافة مادة توجب عزل المواطن الموظف المتورط في الإرهاب. طيب سيد سفير حسام القويشي متحدث مجلس الوزراء. سيد سفير مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. ده النهاردة اتخذ القرار ده في الاجتماع بتاع اليوم الأربعاء؟ يعني كانت أحد المشاريع القرارات اللي تم عرضها على مجلس الوزراء اليوم هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بيتطلب التعديل المقترح استحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة بعزل المتهم إذا ما كان موظفا عاما فضلا أو بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجريمة المتهم بها بالعزل من الوظيفة، وذلك على ضوء ما تواتر من استغلال بعض موظفين العامين وظائفهم وعملهم داخل بعض المصالح الحكومية في بث أفكار متطرفة أو وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب. فده يعني مشروع قانون تم الموافقة عليه اليوم في مجلس الوزراء، وبناء عليه بيرفع إلى اللجنة طيب العليا لإصلاح التشريعي، بيرفع طيب إلى طيب مجلس الدولة للنظر في أنه لا يتعارض وأنه متفق مع باقي قرارات أو بنود القوانين الأخرى. يعني 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 القرار أو المشروع القانون يعني إن أي موظف يثبت إن هو متورط في الإرهاب بشكل أو بآخر بالقول أو بالفعل أو بتاع أو منشورات أو حاجات زي كده يعزل. نعم يعني إذا وبعدين نقدمه للمحكمة. لا هو لا يا فندم، لا هو إذا ما كان في إحدى الجرائم وبيتم التحقيق داخل المحكمة مع المتهمين وتبين إن المتهم هو موظف عام ومن خلال عمله داخل المصلحة الحكومية بالدولة بيقوم باستغلال تواجده واستغلال وظيفته في بث أفكار متطرفة أو سلوك يخالف الوظيفة، وده في إطار المحكمة، بتقوم المحكمة بإصدار من ضمن العقوبات اللي بيتم إصدارها عليه بيتم عزله من الوظيفة العامة لأنه أساء استغلال تلك الوظيفة يعني بالإضافة إلى العقوبات الأخرى للجريمة اللي هو متهم فيها. يعني هو المادة اللي إن شاء الله تخرج يعني للحياة بتقول أنه إذا أدانته المحكمة فيبقى من ضمن الإدانة أنه يتشال من منصبه. نعم إذا كان متهم في هو كان في حاجة الإرهاب. تانية غير كده يعني موظف اتهم بأنه مشارك في الإرهاب وبالتالي هيبقى عليه حكم تاني بقى 50 سنة 20 سنة. هو ده النص بالظبط. كان بيرجع يعني شغله مقررة. كان بيرجع شغله لا يعني يعني هو التجديد والتغليظ إذا ما كان أي شخص بيقوم بمخالفة تتعلق بجريمة إرهابية بيتم عرضه على المحكمة بتلك التهمة وبيوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة. طب افرض خرج براءة بقى، افرض خرج براءة سيد سفير. لا خلاص بريء حضرتك، احنا نحترم القضاء اذا ما كان بريئا ويبقى في الحاله دي لم تثبت عليه التهمه وبالتالي لا يعاقب سواء بالعزل من طيب هو او باي من الجرائم اللي حضرتك قلت انه ثبت انه بريء. طيب طب هو قانون الموظف العام ان هو لما يسيء لاي حاجه لما يعمل اي حاجه طبعا بيتحاكم ويتشال من منصبه. يعني هل ممكن موظف يكون مثلا متورط في جريمه ارهابيه وتحكم عليه بعشر سنين يخرج يرجع شغله؟ لا هو التعديل هنا بقى يا فندم انه هياخد العشر سنين وفي اطار بداية من الحكم بالعزل ايضا من الوظيفة، لانه العشر سنين اللي حضرتك قلت عليها دي هي العقوبة المقررة للجريمة، اذا اي شخص تورط في الارهاب بياخد العقوبة دي، ولكن بما انه موظف عام واستغل وجوده داخل المصلحة الحكومية بيعزل من المصلحة الحكومية من الوظيفة. تمام. يعني اي بني ادم النهارده دلوقتي اتقبض عليه النهارده في قضيه ارهاب او حاجه تمس امن الدوله مش بيتسجن طبقا للقضاء لما بيشوف القانون خلاص هو مدان يطلع في السجن يترفد صح؟ اذا كان موظفا عاما اذا كان تمام تمام. انا بقول لسيادتك المده او العقوبه المقرره لتلك الجريمه اللي هي الارهابيه اللي هو مدان فيها. انا بقول لسيادتك سيد سفير، انا بقول لسيادتك لو دي موظف عام دلوقتي ثبت ان هو مدان في قضية ارهابية وخد له 20 سنة 10 سنين مش بيتعزل؟ لا طبقا لاحكام القانون العقوبات لم يكن بيعزل، ولكن يعني كان بيتصرف مرتبه في السجن انه يتم عزله. لا يعني كان بيتصرف مرتبه في السجن.
لا يعني دي ممكن تكون احدى يعني الجوانب الماديه ممكن تتعلق ب يعني كل وزاره وما يتم اذا ما كان احد الموظفين تم الحكم عليه بالسجن وبالتالي لا 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 يتواجد في ويؤدي عمله الوظيفي القوانين اللي بتحكمها، لكن التعديل الان إذا ما كان موظف حكومة بياخد عزل بداية وبيوقع عليه العقوبة المقررة في نفس التوقيت ولا يعود بالتأكيد للوظيفة لأنه قد عزل منها. تمام سيد سفير، السفير حسام جاويش المتحدث القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء.